المضيع فريق رجاء بني ملال تقريبا فرصتين، نفذت كره والهدف، هدف كان رائع جدا من اللاعب جواد عزيز. جواد عزيز واخيرا ما حصل، وجواد عزيز بكل دقه يسكي الكره في شباك الحارس الرائع عصام الحلافي. ما كانش عنده حل عصام الحلافي، يعني كانت كره في موقع جيد ملائم وتسجيل الهدف، الهدف الاول في المباراه لفائده فريق